جزاكم الله خيرا. إذا كان لي دين فهل يجب علي أن أخرج زكاته إذا حال علي الحول؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لي دين، نعم، إذا كان له دين في ذمم الناس وكان يثق من حصول هذا الدين إذا طلبه، من الحصول عليه إذا طلبه، فإنه يجب عليه أن يزكيه كلما مر عليه حول وهو في ذمة المدين. أما إذا كان هذا الدين في ذمة مماطل أو معسر لا يدري هل يحصل عليه عند الطلب أو لا يحصل، لا يدري هل يرجع إليه هذا المال أو لا يرجع، ألا تجب عليه الزكاة ما دام في ذمة هذا المدين، إلا إذا قبضه فإنه يزكيه لسنة واحدة. نعم.